السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف من خلاله عبر أبرز الصحف المحلية والعربية والعالمية لنناقش أبرز العناوين والتحقيقات والمقالات الصحفية. البداية كما هي العادة باستعراض لأبرز عناوين هذه الحلقة. مجموعة مطمئنة للأحمر في تصفيات كأس العالم وآسيا. صدارة العروبة على المحك أمام فنجة في دوري عمان تل للمحترفين. الإمارات في مواجهة السعودية في مجموعة عربية. وبداية الحلم للعناب القطري لبلوغ مونديال روسيا 2018. أوبلاك يتصدى للبي بي سي ويفرض تعادلا سلبيا. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين هذه الحلقة. نتوقف وإياكم مع فاصل قصير، ومن ثم نعود ونبدأ تقليب الصفحات المحلية. جدد ترحيب بكم مشاهدين الكرام، ونبدأ وإياكم في تصفح العناوين المحلية، حيث أبرزت صحيفة الوطن قرعة تصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، وخرجت بعنوان قالت فيه: الأحمر جاهز للمونديال. حيث أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والمؤهلة أيضا لبطولة كأس آسيا 2019 والتي أجريت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبنا الوطني لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران والهند وتركمانستان وغوام، حيث وقع منتخبنا في تصنيف المستوى الثاني، وسيسعى منتخبنا جاهدا للمنافسة على المركز الأول المؤهل مباشرة إلى منافسات الدور التالي، أو حتى الحصول على أفضل مركز ثاني من بين أربعة مراكز في المجموعات الثمانية للصعود والتأهل إلى الدور التالي. الإعلامي هيثم خليل تطرق إلى القرعة وما أفرزته من منتخبات بمتناول منتخب الوطني إلى جانب المنتخب الإيراني الذي لا يعد بعبعا، مؤكدا بالوقت نفسه عدم التهاون مع باقي المنتخبات الأخرى الضعيفة في خارطة الكرة الآسيوية. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من صحيفة الشبيبة. أخيرا القرعة أنصفت المنتخب الوطني وأوقعته بمجموعة سهلة نسبيا باستثناء إيران التي لا أراها شخصيا بعبعا لا يمكن اجتيازه. بالمقابل يجب عدم التهاون مع باقي المنتخبات الأخرى الضعيفة في خارطة الكرة الآسيوية، والإعداد والتحضير الجدي والجيد بوجود لوغوين أو رحيله، لأن الشارع الرياضي لم يعد يتحمل رؤيته على الدكة بعد عدم تحقيق بطولات أو التأهل في الاستحقاقات الماضية رغم الفترة الطويلة التي قضاها مع المنتخب الوطني. المنتقدون الذين قلبوا الدنيا ولم يقعدوها بعد خسارة الجزائر الأخيرة، وهي كانت بروفة حقيقية وصعبة هيئها اتحاد الكرة للاعبي الأحمر، يبدو أنهم هذه المرة سيدخلون في هدنة مع أنفسهم بعدما أسفرت عنه قرعة تصفيات كأس العالم وبطولة آسيا. فالجميع كان مشغولا بالتصنيف، وأن المنتخب أوقع نفسه بمأزق كبير، وبعضهم لم يكن يعرف نظام التصفيات والآلية المتبعة، فقط كان ينتقد لغاية ما في النفس ولعدم توافقه مع الشخص المعني الطموح، والهدف هو تصدر المجموعة. لكن واقع الحال قد يختلف نوعا ما، فهناك أفضل 4 ثواني في المجموعات الثمانية. بعض هؤلاء المنتقدين الذين ينتقدون لمصالح شخصية باتت معروفة للقاصي والداني سيستمرون بطروحاتهم الممنهجة
دون التوقف، وبعضهم من ينتقد لحبه للمنتخب دون مصالح، وهم جماهير الكرة والشارع الرياضي الذين يتكلموا بحرقة ليس غايتهم سوى الإطمئنان على نجوم منتخبهم وتحقيق الانتصارات. وهناك منتقدون من الزملاء الإعلاميين لا يقل حبهم وولاؤهم عن جماهير الكرة، فهم يتوسمون تحقيق الأهداف والأمنيات ويسعون لوضع النقاط فوق الحروف دون مصالح أو غايات يسعون لها. بقاء أو رحيل لوغوين هذا في ملعب اتحاد الكرة، الأهم بأن نرى منتخبا بإمكانه تصدر المجموعة، فمثلما نتحدث عن خبرة الإيرانيين ولديهم منتخب متمرس، هم أيضا لن يستهينوا بمنتخب يضم لاعبين جيدين بحاجة للإفصاح عن قدراتهم والتعامل الفني والخططي الذي يفوق الآخرين وضم بعض الوجوه التي تتألق في المسابقة المحلية وتجربتها، ولا يوجد هناك أمر غير ممكن في كرة القدم. إذن تابعنا وياكم مشاهدي الكرام هذا المقال للصحفي الرياضي هيثم خليل، ورحب في هذه اللحظات بالصحفي بجرية عمان حمد الريامي. حياك الله حمد. أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة. إذن تابعنا وياك قرعة تصفيات كأس العالم وقرعة أيضا تصفيات كأس آسيا، مجموعة يصفها البعض بأنها مناسبة جدا للمنتخب الوطني مع المنتخب الإيراني، المنتخب الهندي، تركمانستان وكذلك منتخب قوام. كيف ترى هذه المجموعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أصبحنا متفائلين بهذه القرعة، وأعتقد المجموعة فيها شيء من الإنصاف بالنسبة لمنتخبنا الوطني، يعني بعد طول الانتظار اللي كان جميع الفرق ما تدعو إليه القرعة خلال الفترة الماضية، يعني قد يكون التصنيف أنصفنا هذه المرة، وإن كان الإيران بالفعل لا يمثل ذلك الفريق القوي على مستوى القارة الآسيوية، وسبق التقينا في عدة مرات وعرفنا أوراقه وعرفنا أسلوبه وعرفنا أداءه وتمكنا من خط مجموعة من النقاط معه، لكن دائما سعيد يعني التصفيات تحتاج طابع آخر من الجاهزية والإعداد، وتحتاج نفس ليس فقط البدني والتكتيكي ولكن صحيح. حتى النفسي أيضا، يعني يجب أن تساعد اللاعبين على أن إيران هو القوة الضاربة في المجموعة. يعني بالعكس علينا أن نعد لعدم الآن على أن نحن الأفضل في هذه المجموعة، ونترك إيران بحساباتها الأخرى. صحيح ستكون مباراة الإياب آخر مباراة مع إيران، ومباراة الذهاب آخر مباراة مع إيران، صحيح قد تكون هي المحك الأساسي، لكن علينا أيضا أن نعد لعد المنتخبات الأخرى. يعني ما يمكن أنت الفرق الأخرى الموجودة في المجموعة الهند وتركمانستان يعني هي مجموعة يعني قد يكون فرق بسيطة، قد يكون العكس، هذه الفرق أحيانا قد تكون غامضة تحدث لك بمجموعة من المفاجآت، يعني تصدم بواقع آخر خاصة عندما تلعب في أرضها وبين جمهورها، صحيح تحتاج إلى تقديم المستوى الأفضل وتكسب على الأقل ولو نقطة من هذه المباراة. يعني تعتبر لها هي شرف وإنجاز، وأيضا تعتبر لها أيضا يعني خلينا نقول خطوة جيدة في هذه التصفيات. صحيح يعني سنلاقي احنا الهند في بداية المشوار، صحيح يوم 16 يونيو المقبل في الهند، لكن لا نقول هو المحك الأساسي، لكن علينا أيضا أن نحاول أن نكسب جميع النقاط في الدور الأول، صحيح وأن نخرج ب يعني على الأقل 9 نقاط كاملة أو 12 نقطة كاملة من هذه المباريات. جميل، يعني ردود الأفعال بعد في الشارع الرياضي سواء كان من الصحافة أو حتى المتابعين والجمهور، أنصف أن هذه المجموعة مجموعة ضعيفة، ولكن مثل ما ذكرت المنتخب الإيراني لعبنا سابقا معه، وبالتالي منتخب معروف بالنسبة لمنتخبنا الوطني، ولكن كيف التعامل مع منتخبات يمكن البعض منها نقابله لأول مرة مثل منتخب قوام، ولكن قابلنا المنتخب التركمانستاني في مباراة ودية في 2008، أيضا المنتخب الهندي بالنسبة لنا معروف، ولكن كيفية التعامل مع مثل هذه المنتخبات؟ بالتأكيد سعيد، يعني خلينا نقول محقين في هذا الجانب، يعني دائما يعني عندما تريد أن تسعى إلى يعني خطف البطاقة الأولى من هذه المجموعة أن لا تترك لا شاردة ولا واردة، يعني في الحسابات الخاصة بكيفية جمع النقاط، أصبحت جمع النقاط هي الأهم في هذه البطولة، وخاصة لما حققت على الأقل البطاقة الأولى يعني مؤهلة بشكل مباشر إلى الدور الثالث، على الأقل تحصل على أفضل ثاني على مستوى مجموعة الثمان. هنا أنا حضرت يعني مع جلوة المباريات يوم 11 يونيو مع الهند، المباراة الثانية ستكون مع تركمانستان في تركمانستان في السلطنة يوم 2/9، مع غوام يوم 8 سبتمبر شهر 9 في غوام، ومع إيران 8 أكتوبر أو 18 في السلطنة. يعني معك المباريات هذه فيها شيء من التقارب على الأقل، ولكن لابد أن تضمن فيها 3 نقاط كاملة، خاصة عندما تلعب في أرضك بين جمهورك. ودائما نقول مباراة إيران هي المحك الأساسي بالنسبة لمنتخبنا الوطني، سيكون التنافس حسب ما تقرأه المجموعة وما بين منتخبنا الوطني وإيران على صدارة المجموعة. صحيح. سيكون يعني الدور الثاني هو دور الإياب،
قد يكون الاسهل نوعا ما، خاصه عندما تقابل يعني المنتخب الهندي هنا في السلطنه يوم 13 اكتوبر المقبل 2015، مع تركمانستان بتكون هناك يوم 17 يعني نوفمبر وهو يوم 17/11، مع غوام سيكون هنا في السلطنه 24 مارس 2016. المباراه هي الحاسمه والاخيره مع ايران ستكون 29 مارس 2016. هذه المباراه انا اعتقد هي بوابه العبور. البعض يقول نحتاج الى 20 نقطه، البعض يحتاج الى اكثر، يبقى يحتاج الى اقل. لابد ان تضع حساباتك بانك تفوز جميع المباريات سواء كان في الدور الاول او الدور الثاني. التركيز على المركز. ما اعتقد ايران سيتعثر بالتعادل والخساره مع اي منتخب في هذه المجموعه، يعني حتى المنتخب الايراني ما متخوف الى منتخبنا الوطني في هذه المجموعه. اذا لابد ان نعمل من الان في كيفيه تحقيق الفوز، في كيفيه تهيئه اللاعبين، في كيفيه تحقيق النتيجه الايجابيه، وايضا بمجموعه وافيه من الاهداف. احيانا الاهداف تدخل لك ما عليك في الحسابات. اذا ما دخلت في التصنيف في افضل ثاني على مستوى المجموعات الثمان، سيختار اربع منتخبات من هذه المجموعه من المجموعات، اذا على الاقل نحصل على افضل فريق ثاني على مستوى المجموعات الثمان. اذا لابد ان نلعب بكل ما اتينا من قوه، بكل ما اتينا من امكانيات، تحقيق نتائج بفارق كبير جدا من الاهداف. اعتقد الفريق الهندي معروف، صحيح تطور في الفتره الاخيره واصبح ايضا يقارع بعض المنتخبات، ولكن لا يمثل ذلك القوه. تركمانستان قد يكون صحيح ان الشيء غامض بعض الشيء، وغوام ايضا، لكن غوام سبق وكانت نتائج كبيره جدا بخساره كبيره من ايران وبعض المنتخبات الاسيويه التي لعب معها. اذا هي فرصه لنا منتخبنا الوطني الان تدخل في معتركين مهمين جدا، هو الوصول للمرحله الثالثه من تصفيات كاس العالم 2018 في روسيا، وايضا في اختيار افضل 12 فريق على مستوى قاره اسيا للدخول في امم كاس اسيا ستقام في الامارات 2019. اذا بالفعل هو محك مهم جدا للمنتخب الوطني، وهي ايضا تحدي اخر لجاهزيه منتخبنا الوطني ولاعبينا. اذا اللاعبين عليهم ان يحملوا الان امانه المهمه الوطنيه في هذه التصفيات، وان يلعبوا بكل روح قتاليه بالفعل، وان لا يتهاونوا في اي مباراه. لا يقول والله الفريق الهندي، فريق تركمانستاني او غوام هو الاضعف في المجموعه، بالعكس كل الفرق التي وصلت الى المرحله تعتبر فرق جاهزه واعتقد مستعده، ولا نريد مفاجات. صحيح. يعني لا نريد مفاجات باي تعادل وتحتم مع اي منتخب، علينا نحقق الانتصارات في جميع المباريات سواء كان مع فريق الهند تركمانستان غوام او حتى مع الفريق الايراني. علينا ان نقتنص الفوز مع ايران في ارضهم بين جمهورنا، ومن ثم نترك الحسابات الاخرى يوم 29 في اخر يعني في مارس 2016 هناك في ايران، نخطف منهم تعادل، نحقق الفوز، هذا يبقى هو الاهم حتى نحقق البطاقه الاولى على مستوى المجموعه. جميل. اذا هذا هو كل شيء واضح. جميل. كل توفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله في هذه التصفيات سواء كان في تصفيات كاس العالم وكاس اسيا. ننتقل وياكم مشاهدينا الكرام الى خبر محلي اخر، حيث بات الحديث عن مستقبل الفرنسي بولوغوين على راس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكره القدم، ماده مستهلكه فاتره افاض الكثيرون تناولها والخوض فيها سلبا وايجابا. الصحفي وليد الخفيف كان له استطلاع في صحيفه الشبيبه حول مصير لوغوين وخليفته المحتمل، نتعرف على ما جاد به من خلال هذه القراءه السريعه. رشح المحلل الرياضي فهد العريمي المدرب الوطني حمد العزاني كأبرز الأسماء المرشحة لقيادة الأحمر العماني حال رحيل لوغوين، ممتدحا خبرته وكفاءته الفنية. ومضى العريمي في طرحه المؤيد للعزاني قائلا: لقد عمل العزاني مساعدا للفرنسي كلود لوروا واستفاد منه في ثقل خبرته خلال تلك الفترة، إذ كان أحد عوامل فوز المنتخب بكأس الخليج عام 2009. ويعتقد المصري شريف الخشاب مدرب فريق الخابورة أن التعاقد مع مدرب عربي قد يكون الحل الأفضل حال رحيل لوغوين، مستندا في ذلك على امتلاك الوطن العربي لأسماء تدريبية كبيرة حققت إنجازات عظيمة مع كثير من المنتخبات، مشددا أن العمل مع المنتخبات العربية تتطلب النزول لعقلية اللاعب وبناء جسور ثقة بينه وبين مدربه، معتبرا أن تطوير اللاعب والمنظومة لا بد وأن يسيران في طريقين متوازيين. ويرى المحلل محمد العاصمي أن تشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب منتخب اليمن الذي ظهر بشكل جيد خلال منافسات بطولة الخليج الأخيرة بالرياض الأفضل لقيادة المنتخب حال رحيل لوغوين، لافتا لاقتناعه بمردود المدرسة التشيكية متغنيا بأداء المنتخب الوطني تحت قيادة تشيكي ماتشيلا، مشيرا لتوافق تلك المدرسة التدريبية مع إمكانيات اللاعب العماني. وأضاف قائلا: لا أعير
اهتماما كبيرا باستقطاب مدرب كبير ومشهور وذي إنجازات كبيرة، فمثل هؤلاء المدربين يأتون على منطقة الخليج كاستراحة، يرفضون أن يوجه لهم النقد على اعتبار أنهم أكبر ممن ينتقدونهم. وجاء المحاضر الأسيوي خالد اللاهوري بفكر مختلف بعض الشيء، مشيرا إلى أن المدرب الذي قد يخلف لوغوين حال إعفائه من مهمته لا يمتلك العصا السحرية لتحقيق إنجاز سريع في ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها الكرة العمانية، وأكد لضرورة منح الثقة للمدرب الوطني وتزويده بكافة الصلاحيات، ملمحا أن هناك مدربين وطنيين قادرين على قيادة الأحمر بنجاح، على أن يكون أحدهما مدربا والآخر مساعدا، لافتا لامتلاكهما كل مقومات النجاح. إذن سمعنا لبعض آراء المدربين والمحللين حول مصير بقاء لوغوين مع المنتخب من عدمه. حمد، رأيك أيضا في هذا الموضوع؟ بالتأكيد يعني ما شارك تقريبا أصبح مادة مستهلكة لوغوين خلال يعني تناول الإعلام بشكل كبير جدا، سواء على المستوى الداخل أو الخارج، وحتى يعني البعض شكك في بقاءه ورحيله. لكن أعتقد ما أصدره اتحاد الكرة من خلال اليومين الماضيين في اجتماع الأخير وما اجتمعت عليه آراء من أعضاء الإدارة يؤكد بأن لوغوين سيكون باقي مع المنتخب الوطني خلال التصفيات الأولية لتصفيات كأس العالم مؤهلة لروسيا. وبالفعل يعني أنا سبق وتكلمت على الجانب، أعتقد الفترة الشهرين المتبقية من عمر الانطلاقة التصفيات يوم 11/6، إذا بالفعل هي مهمة صعبة جدا لأي مدرب يأتي لإمساك بزموم هذه المباراة ويتحمل العبء وأيضا هم يعني المنتخب. وإذا ما حصل لا سمح الله أي إخفاق سيتحمله المدرب القادم. إذا لوغوين حتى الآن يعني مثل ما أشار اتحاد الكرة بأنه عارف وداري باللاعبين وقدراتهم كانت الفنية، وهو أيضا يرى فيه الأمل على أن على الأقل بلوغ المرحلة الثالثة من هذه التصفيات. إذا بالفعل هي مهمة كبيرة جدا، يعني تنتظر بولغون ورفاقة في الجهاز الفني والإداري. وأعتقد أصبحت يعني شائعات بعيدة كل البعد عن رحيل لوغوين، سيكون موجود. إذا حتى البعض تطرق على أنها مهمة حمد العزاني سيكون الأقرب لقيادة هذا المنتخب، لكن ما أعتقد في هذه الفترة سيكون حمد العزاني موجود، لأن يعني الاتحاد الكرة يحاول قدر المستطاع أن يتماشى مع وضع المنتخب بما هو موجود في الوقت الحاضر، على الأقل في استقرار موجود فنيا. صح شاب انتقالات خلال الفترة الماضية وعدم تحقيق النتائج الإيجابية وغير ذلك، لكن اعتقد سيعطي يعني خلينا نقول اتحاد الكره الفرصه للوغوين ورفاقه للفتره القادمه لقياده المنتخب الوطني في هذه المهمه. جميل. بهدف انتقاء افضل العناصر من اجل الوصول الى التوليفه المناسبه والتي ستمثل المنتخب في الاسحاقات المقبله، تابعت صحيفه زمن تحضيرات منتخبنا الوطني للناشئين قبل خوض مباريات وديه استعدادا للتصفيات الاسيويه وسط اجواء مفعمه بالتفاؤل والجديه، وخرجت بعنوان تقول فيه: الناشئين يبدأ معسكره اليوم استعدادا لوديتي الكويت، حيث يبدأ منتخب الناشئين لكرة القدم معسكره الداخلي اليوم استعدادا لتجربتي الكويت يوم 19 و21 رفقة المدرب الوطني يعقوب الصباحي. وتأتي هذه التجارب الودية في إطار خطة الإعداد التي تم إعدادها من قبل لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة استعدادا للتصفيات الآسيوية للناشئين والبطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين، وأيضا المشاركة الجديدة للمنتخب في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للناشئين والمزمع إقامتها في الأردن في 27 يوليو القادم. بعد أن خسر مباراة الذهاب في لبنان، دك العنيد النهضاوي نادي السلام زغرت اللبناني برباعية جميلة في إياب المرحلة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي. صحيفة الزمن تابعت تألق أخضر البريمي وخرجت بعنوان تقول فيه: النهضة ينعش آماله الآسيوية برباعية في شباك السلام زغرت اللبناني، حيث تمكن النهضة من الفوز على السلام زغرت اللبناني ضمن بطولة الاتحاد الآسيوي، حيث فاز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للسلام زغرت. بدأ النهضة بالتسجيل عن طريق اللاعب أعلى الشيخ، وأضاف الشيخ الهدف الثاني، وأضاف منصور النعيمي الهدف الثالث للنهضة في الدقيقة 27، وجاء هدف السلام زغرت الوحيد في الشوط الثاني في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب بيتر غلاس، وبذلك يكسب النهضة السادس نقطة له في هذه البطولة.
من حب النتيجة مميزة بالنسبة للنهضة، أنعش أماله في بلوغ الدور الثاني 6 نقاط، وتبقى له مباراتان أمام الوحدة السوري وكذلك الوحدات الأردني. بالتأكيد أعتقد هي خطوة جيدة لمنتخب يعني عفوا لنادي النهضة أن ينعش أماله، وأيضا أن يعني أن يبعد كل الشكوك عن ما صار خلال الفترة الماضية من تدني مستوى الفريق وما آل إليه نتائج سلبية سواء كانت في الدوري والتصفيات الآسيوية الأخرى. لكن هذا الفوز أعتقد سيرفع من راية النهضة كتحدي آخر جديد، خاصة أنه سيلعب مع الوحدة السوري هنا في مسقط في السلطنة في البريمي، ومن ثم سيتوجه لملاقات الوحدات الأردني هناك في العاصمة الأردنية عمان. إذا عندما يكسب 3 نقاط أخرى جديدة في أرضه وبين جمهوره وصل النقطة 9 سيكون الأقرب بالفعل إلى التصفيات، ويكفيه نقطة واحدة على الأقل يكسبها من الوحدات اسم الأردني في الأردن. إذا نجح يعني نادي النهضة في إعادة الثقة مرة أخرى إلى اللاعبين إلى الجمهور إلى المتابعين بغض النظر عن ما آلت له نتائج خلال الفترة الماضية في الدوري. هذا هو الفريق عندما يعني عندما يحقق نتائج سلبية في الدوري وينعش أمالي بكل قوة على المستوى الآسيوي والمستوى الخليجي، إذن يعطيك الثقة بأن الفريق على الأقل موجود على مستوى المنافسة، ويمكن أن يعود مرة أخرى على المنافسة على مستوى الدور عمان تل المحترفين في الخروج من المراكز الأخيرة، خاصة حين نعرف أن حين اسمه يحتل أعتقد المركز العاشر برصيد 18 نقطة. إذا نادي النهضة قادر على تحقيق يعني شيء من خلينا نقول من ليس من الإنجازات ولكن من الانتصارات المهمة جدا في سبيل الوصول إلى المرحلة الثانية من هذه التصفيات. ننتقل وياكم مشاهدي الكرام إلى دور عمان تلي المحترفين، حيث تعود الندية والإثارة لهذا الدوري. صحيفة عمان أبرزت في صفحاتها الداخلية قمة الجولة 21 في حسابات مهمة نحو جمع نقاط جديدة لتخرج بعنوان قالت فيه: فنجة لرد الاعتبار والعروبة لمواصلة الصدارة، حيث يعتبر لقاء العروبة وفنجة قمة ينتظرها المتابعون للدوري بحكم وجود نخبة من اللاعبين المجيدين وبحكم رغبة طرفي اللقاء في تحقيق العلامة الكاملة لتعزيز موقفهما العروبة للمحافظة على صدارته، وفنجة للعودة والمنافسة على المراكز المتقدمة، فإن المواجهة سوف تشهد الإثارة والندية. طبعا هذه المباراة ضمن إطار الجولة 18 المؤجلة في وقت سابق، حمل لقاء مهم فنجة والعروبة من أجل تأكيد الصدارة في هذا الدوري. بالتأكيد سبق وتكلمنا عن هذا الجانب، يعني العروبة أصبح الآن يعني في تحدي كبير جدا إذا ما أراد تحقيق درع عمان تل دور المحترفين في هذا الموسم. أصبح الفرق الأخرى أيضا تحسب له ألف حساب، تسعى أيضا لإعاقته سواء كان بالتعادل أو بالخسارة. ولكن أعتقد الجهاز الفني يدرك بأن العروبة إذا ما تعثر بأي نقطة أو خسر أي نقطة سيكون بعيد عن المنافسة، خاصة إذا ما علمنا بأن صور جارة ومنافسا عنيد لاحقه وفي بينهم فارق 3 نقاط فقط. إذا بالفعل مهمة كبيرة جدا اليوم تنتظر العروبة، يعني وخاصة سيلاقي فنجة أيضا يحاول أن ينعش أماله على الأقل التقدم خطوات جديدة إلى أمام. فنجة أيضا تعثر كثير جدا في هذا الموسم، تلقى مجموعة من الخسائر، فقد مجموعة من النقاط، يحاول أن يعود مرة أخرى على حساب الفرق الكبيرة. يعني شاهدنا خلال الفترة الماضية بفوز على بوشر، وأيضا اليوم يدخل قد يكون بوشر ليس بذلك المستوى وهو من الفرق الأخرى الموجودة في قاع الترتيب، ولكن عندما يلاقي كفريق مثل العروبة والعروبة يحاول قدر المستطاع يحافظ على صدارته وعلى قمة الدوري ويحاول قدر المستطاع انتزاع لقب هذا الموسم، إذا ستكون بالفعل مهمة كبيرة جدا لفنجة. كل الحسابات موجودة في أرض الملعب، كل الإمكانات موجودة، أصبحت كل الأوراق معروفة، إذا ما في شيء مخفف على الآخر. إذا هنا تبقى أهمية تكتيك المدربين، أيضا قدرة اللاعبين على الانسجام والتفاهم بين الملعب أيضا والاستفادة من الفرص أنصاف الفرص التي بين فترة أخرى أمام مرة. إذا قمة كبيرة انتظرها الجميع، العروبة في مواجهة فنجة. نتابع إياكم هذه القراءة السريعة لهذه المواجهة المنتظرة. قال المهندس سيف عبد الله السمري رئيس نادي فنجة إن مباراة فنجة والعروبة هي بطولة في حد ذاتها هذا المساء، كون الفريقين يضمان أبرز نجوم الكرة العمانية. وأضاف إن لقاء الليلة رغم الإرهاق الذي يعاني منه فريقه، إلا أنه ذكر أنها تعتبر فرصة طيبة لعدد من العناصر التي عادت مؤخرا للصفوف بعد شفائها من الإصابة. كما أكد عبد الرحيم الحجري مدرب نادي فنجة إن لقاء الليلة اليوم بأنه صعب للفريقين،
كونهما يبحثان عن تحقيق النقاط الثلاث بهدف التقدم للأمام، خاصة بالنسبة لفريقه الأصفر الذي يسعى لتعويض الخسائر السابقة والعودة للانتصارات ثانية. في المقابل أكد سعادة عبد الله بن سالم المخيني رئيس مجلس إدارة نادي العروبة أن لقاء اليوم يمثل الكثير للعروبة إن أراد البقاء على الصدارة ومواصلة التقدم وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين، وندرك تماما أن اللقاء لن يكون سهلا وكل اللقاءات صعبة لكل الفرق، لكن ثقتنا كبيرة في إمكانية اللاعبين ومدى عطائهم وعزيمتهم من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية، هذا طموح الجميع. وتحدث فيليب مدرب فريق العروبة أن اللقاء سيكون مهما للفريقين وخاصة العروبة الذي يتطلع إلى مواصلة تصدره والبقاء على قمة الترتيب، وهذا يتطلب دون شك مضاعفة الجهد من قبل اللاعبين والعمل المتواصل من الجميع والتعاون. سر النجاح لدينا عناصر دولية تملك الإمكانيات العالية ولديها الطموح في أن تقدم الأفضل، وهذا ما نقوم به كجهاز فني لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين من خلال التمارين وتصحيح الأخطاء. ننتقل وإياكم إلى مواجهة أخرى، لقاصور وظفار بلا شك ينذر بها الإثارة والندية بحكم المنافسة على المراكز المتقدمة. صحيفة عمان تناولت المواجهة وخرجت بعنوان تقول فيه: صور ضيف على ظفار من أجل المنافسة على الصدارة، حيث يطمح النواخذة والزعيم إلى تحقيق العلامة الكاملة للاقتراب أكثر من الصدارة، خاصة وأن الفريقين حققا نتائج متباينة في الجولة الماضية، إذ خسر ظفار رهان أمام صحم وكسب صور الشباب، خاصة وأن مواجهة الذهاب قد انتهت سلبية مما ستكون المواجهة على أشدها. إذن حمل اللقاء أيضا كبير، صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الرابع صراع على المراكز المتقدمة في بطولة الدوري. بالتأكيد يعني خاصة قد تكون المباراة أهم صور بشكل كبير جدا، خاصة لما تعثر العروبة أمام فنجة وحقق صور الانتصار على ظفار، سيكون أيضا يعني قاسم مشترك في الصدارة ما بين صور العروبة في النقاط وفي قمة الترتيب العام. صور أيضا يحافظ قاسم استطاع على تواجده في المركز الثاني على الأقل وعدم التفريط في أي نقطة، خاصة مدرب الشاب سالم السلطاني يحاول أيضا أن تكون كل الانتصارات القادمة للفريق دون أن تكون هناك خسائر أو دون تكون هناك تعثرات بالتعادل. أعتقد النتيجة الكبيرة اللي حققها على الشباب 4-1 في المباراة الماضية تعطي أيضا ثقة وحماس وقوة للفريق بأنه لا يزال موجود وموجود بقوة أيضا في هذه التصفيات أو في الدوري. ودائما المراحل الأخيرة لأي دوري هو دائما تمثل الصعوبة لأي فريق يحاول أن ينافس على بطاقة يعني خلينا نقول الوصول للمركز الثاني أو الوصول للقمة أو المحافظة على الصدارة أو أيضا المنافسة على لقب الدوري. إذا نفس الشيء ظفار تنتظر مهمة كبيرة جدا يحاول تعضيل الخسارة من صحم التي آلت إليه الأسبوع الماضي وخاصة في أرضه بين جمهوره تلقى هذه الخسارة. إذا أيضا مهمة ظفار يدخل في هذا الصراع، ووجوده في المركز الرابع يعطي أيضا حافز كبير لتحقيق فوز وتحقيق انتصار للتقدم على الأقل المركز الثالث في الدوري. إذا كلها أصبحت الأمور متلخبطة متشابكة في الأوراق وفي كل الحسابات، الكل يبحث عن الفوز والكل يبحث عن النتائج الإيجابية. إذا بالفعل نشاهد قمة إثارة في المباراة المتبقية من الدوري سواء كان هذا الأسبوع المؤجل أو المتبقية من عمر الدوري الخمس مباريات أو ست مباريات المقبلة لكل فريق. جميل. ننتقل وياكم إلى مباراة أخرى، حيث سيحمل لقاء الجارين الخابورة والمصنعة طابع التحدي بحكم الجوار وبحكم رغبة الطرفين في تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيدهما من النقاط. وكعادتها صحيفة عمان قدمت المواجهة لتخرج بعنوان تقول فيه: الخابورة للاقتراب من المراكز الأولى والمصنعة للبقاء ضمن الكبار، فقد تحققت نتائج متباينة في جولة الماضية الفريقين بعد أن حقق الخابورة فوزا مهما على حساب النهضة وخسر المصنعة من صحار بهدف مقابل هدفين، مما ستكون المباراة على أشدها بين الفريقين، خاصة أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الخابورة بهدفين مقابل 3. هنا ستكون المهمة صعبة على الخابورة في ظل رغبة المنافس في رد الدين وتعويض النقاط المهدورة في مباراة الصحار. إذن حمد، دربي آخر من دربيات الباطن، الخابورة في مواجهة المصنعة، الفريقين لهم نفس الطموح في الوصول للمراكز الأربعة الأولى في الدوري. بالتأكيد، وإن كان يعني خلينا نقول المباراة تدخل في خطين متعاكسين، يعني الخابور يسعى للاقتراب من الصدارة
والمصنع يحاول الهروب من المراكز المتأخرة وقد يكون ليؤمن مكانه في المراكز الوسط. وهذه هي دائما ما تضع الفريقين تحت حسابات صعبة جدا، تحت ضغوطات كثيرة جدا لتحقيق الانتصارات. الخبورة شاهدناه بالفعل يحقق نتائج جيدة، فوز على النهضة الأسبوع الماضي، أعطى أيضا الأفضلية بأن سيكون أحد الفرسان الرهان على المراكز الأربعة الأولى في الدوري، وهو القريب من ذلك، خاصة النتائج أصبحت كلها معروفة. فريق شاب يحاول أن يقدم في كل مباراة المستوى الأفضل ونتائجه الأفضل. صحيح. لما صنع بالفعل خسارة من صحار، يعني شاهدناه قدم مستوى جيد، مستوى كبير في الدوري، ولكن تخون بعض احيانا التوقيت المناسب في كيفيه المحافظه على التقدم والتعادل على الاقل. عندما تتقدم بنتيجه جيده ولم تستطيع المحافظه على هذا التقدم او التعادل، هناك بالفعل في خلل موجود في وسط الملعب، في خلل في خط الدفاع، في اخطاء قد تكون فرديه يحتاج الى معالجتها من قبل المدرب. يعني نعم. تقدم المصنع بهدفين، رد الخبر بثلاث اهداف، وبالتالي هذه المشكله تتكرر دائما مع المصنع. بالتاكيد هي 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 المواجهات، الحسابات موجوده، ولكن ايضا المدرب مع وجود وليد السعدي الان بعد يعني وجود المدرب الحالي قد يكون خبرته موجوده مع الفريق، يحاول قد المستطاع المحافظه على هذا المستوى ولو بخطف التعادل على الاقل بنتيجه وليس الفوز. يعني دائما على الاقل نجمع النقاط في هالمرحله قد تكون مهمه جدا. صحيح. يعني بدون ما تفقد اي خساره، يعني خساره اصعب من التعادل بشكل كبير جدا. جميل. وسيكون للقاء السويق والسيب طابع خاص كونهما يقوعان في مؤخر ترتيب الامر، الذي يتوقع ان تشهد المباراه الاثاره والنديه. هذا ما تحدث به صحيفه عمان وكتبت في عنوانها: السيب والسويق وخلع جلباب المراكز الاخيره، حيث يدخل الفريقان اللذان حققا نتائج متباينه في الجوله الماضيه بعد ان خسر السيب الرهان امام العروبه وعاد السويق بنقطه من ارض النصر، خاصه ومباراه الذهاب قد انتهت بفوز السيب بهدف مقابل هدفين، مما ستكون المواجهه على اشدها خصوصا من جانب السيب المرهق الذي يحارب على عدة جبهات والذي سيكون امامه تحدي جديد على ان يجتازه، فيما سيدخل السويق بكل ثقله من اجل الفوز الذي سيبعده خطوه الى الهروب من المناطق الخطره، لذا فان الامر يتطلب الى جهود مضاعفه من قبل اللاعبين والجهاز الفني. الحمد صرع على المراكز المتاخره، دائما ما تكسب فريق ينافس معك على هذه المراكز هو امر مهم بالنسبه لك للابتعاد عن في هذه المراكز. بالتاكيد شوف الحسابات الموجوده في ارض الواقع، هم الفريقين الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى الموسم القادم حتى الآن، يعني السيب الأخير والسويق قبل الأخير في هذا في الترتيب، ومن ثم يأتي بعدهم النهضة وبوشر. إذا هنا التحدي، هنا كيف اللاعبين يستطيعوا أن انتشال الفريق مما هو فيه. بالفعل يعني محنة كبيرة جدا عندما تسعى للابتعاد عن المركز الأخير، وخاصة أن الفريق مهدد بالهبوط، يعني فقدان أي خسارة، يعني فقدان أي نقطة، يعني أي خسارة جديدة للفريق سيكون يعني بالفعل مهدد الأكبر للوصول للدرجة الأولى للموسم القادم. لا أعتقد السيب يرضى بهذا الشيء، ولا أعتقد السويق أيضا. يعني الفريقين مؤهلين لتقديم مستوى أفضل، لتقديم يعني نتائج إيجابية، لاقتناص ثلاث نقاط مهمة جدا. هنا تبدأ المهمة يعني الأصعب، وخلينا نقول الخطوة الأهم في كيفية الهروب من شبح الهبوط. صحيح. يعني أنت عندما تقابل فريق أيضا يدخل معك بنفس الطموح، يحاول أيضا أن يهرب من هذه المشكلة، إذا ستكون بالفعل مباراة مثيرة فيها تحدي، فيها أيضا خطط تكتيكية ما بين المدربين. الكل يسعى إلى اقتناص النقاط الثلاث، والكل يأمل أن يعود بفوز مريح على الأقل يعطيه الأريحية بشكل أفضل. إذا يدخل السويق والسيب في تحدي جديد والهم مشترك، وايضا اعتقد اي فريق سيخسر هذه المباراه سيكون الاقرب الى دوري الدرجه الاولى الموسم المقبل. جميل. ننتقل واياكم مشاهدينا الكرام الى مواجهه اخرى، تعتبر موقع الصحار والشباب ليست بالسهل على الفريقين اللذان سوف يسعيان من اجل الفوز. صحيفه عمان تحدثت عن المواجهه وكتبت في عنوانها: الشباب وصحار وسباق الوصول للاماكن الدافئه، حيث يسعى صحار من اجل مواصله النتائج الايجابيه، والشباب من أجل التعويض. من هنا فإن اللقاء سيكون على أشده، وسيكون شعاره العلامة الكاملة بحكم رغبة طرفي اللقاء في تحقيق النتيجة الإيجابية. وأبدى مجلس إدارة نادي صحار برئاسة أحمد بن محمد آل محمد الارتياح من الأداء الرائع والكبير الذي سطره اللاعبون في مباراة المصنعة، والذي تكلل بتحقيق الفوز. وفي المقابل فإن الشباب بات عليه أن يدخل بأفضل حضور بعد أن خسر الرهان في الجولة الماضية.
نرحمن أيضا فريقان بنفس الطموح الوصول إلى المناطق الدافئة في بطولة الدوري. أنا أتوقع أن المباراة ستكون مباراة جماهيرية كبيرة جدا، خاصة أن المباراة تقام في صحار، في ملعب صحار من جمع الرياضي بصحار، ودائما معروف عندما يلعب صحار في أرضه وبين جمهوره تكون هناك حضور كبير جدا من الجماهير لمؤازرته، وأعتقد هذا الحضور الجماهير الكبير هو من أعطى صحار في تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة. صحيح. ومثل ما حصل في الموسم الماضي، يعني كان هو العامل الأهم يعني في الابتعاد عن الهبوط، وكان حتى الأقرب للهبوط للدرجة الأولى. دائما الجمهور هو المحفز، خاصة إذا ما كان هناك بالفعل تشجيع، انسجام، دعم اللاعبين، حتى بعضهم حاول تقديم الدعم لأفضل لاعب في كل في المباراة، اختيار. صحيح. الجمهور، يعني كلها حسابات تتداخل. لكن عندما يعني نرجع إلى الحسابات الموجودة كفنية ما بين الفريقين، نجد حتى الآن صحار هو الأفضل باعتبارات كثيرة جدا، الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وشاهدنا يعتمد على مجموعة كبيرة جدا من الجوانب المهمة، السرعة، المرتدات، أيضا الاختراق من العمق. الشباب أيضا له طموح آخر، يحاول قدر المستطاع يعني تعوض الخسارة الماضية، وأي فريق جريح أيضا يحاول دائما قدر المستطاع أن يعني يعوض ما فاته من نقاط، خاصة أن المدرب وليد السعدي اللي مسك المهمة على مبارك سلطان يأمل أن يغير شيء مع الفريق. صحيح أن تلقى خسارة 4-1 من صور في المباراة الماضية، لكن ما أعتقد هي المحك الأساسي. ما يمكن تقيم أنت المدرب مع أول مباراة للفريق، قد يكون لم يتعرف على مستوياتهم، لم يتعرف أيضا على إمكانياتهم، ولم يتعرف حتى على أدائهم كيفية في المباراة. إذن هذه المباراة هي المحك الأساسي لوليد السعدي قائد الفريق الشباب، وأيضا هي يعني خلينا نقول المباراة الأهم بالنسبة للفريقين إذا ما رادوا الابتعاد بشكل جيد في مناطق الدفء ومناطق المراكز الوسط والمكان المريح بالنسبة لهم، بعيدة عن كل البعد عن خلينا نقول الحسابات القادمة للفرق الهابطة للدرجة الأولى. جميل. إذن بهذا الخبر ننهي الحديث عن دور عمان تالي المحترفين، وننتقل وإياكم إلى خبر محلي آخر، حيث تابع صحيفة الوطن اجتماع المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات بدول الخليج العربية واليمن، وكتبت في عنوانها: إعادة انتخاب البوسعيدي رئيسا لأربع سنوات والسعودي صالح القنباز نائبا للرئيس، حيث عادت المنظمة انتخاب الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات رئيسا للمنظمة الإقليمية لأربع سنوات قادمة. وجاء ذلك في اجتماع المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات بدول الخليج العربية واليمن، والذي عقد صباح يوم أمس بفندق انتركونتيننتال، والذي تستضيفه اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات. واعتمد مجلس إدارة المنظمة الإقليمية التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون مكافحة المنشطات من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى اعتماد لائحة التعديلات الجديدة التي طرأت على اللائحة العمانية لمكافحة المنشطات. بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالإعداد للبطولة المؤهلة لكأس العالم للشطرنج وإجراءات استقبال وفود المشاركة، تناول صحيفة عمان في صفحاتها الداخلية اجتماع اللجنة الرئيسية المنظمة للتصفية الآسيوية، وخرجت بعنوان قالت فيه: مناقشة استعداد السلطنة لتصفية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشطرنج، حيث عقدت اللجنة الرئيسية المنظمة لتصفية الآسيوية زونيل المؤهلة لكأس العالم للشطرنج أمس اجتماعها الأول برئاسة ليلى بنت أحمد نجار رئيسة اللجنة العمانية للشطرنج، رئيسة اللجنة المنظمة الرئيسية، التي أكدت أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح الاستضافة الأولى من نوعها في السلطنة للعبة الشطرنج من خلال الإعداد والتجهيز الجيد لتصفية الآسيوية زونيل المؤهلة لكأس العالم للشطرنج. إذن بعد هذه الجولة في الصفحات والأخبار المحلية، نتوقف وإياكم مشاهدين الكرام مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا متابعينا الكرام مع إطالة متجددة لبرنامجكم البرزة. بس خلينا هي طبعا البطولات ذكرت من 1952 تاريخ المشاركة، احنا ما نتكلم الآن عن إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير المفصل الذي سرد نتائج مشاركاتنا في دورة الألعاب الآسيوية والأولمبية والعربية.
بداية نحمد الله ونشكره وننتهز هذه الفرصة. أرض تخبئ في جوفها العديد من الكوادر الاستثنائية. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مجدداً، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وإياكم للحديث عن الصحافة العربية، ونبدأ هذه الجولة من السعودية والتي تناولت صحافتها المحلية الأخضر السعودي في قرعة تصفية المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019. صحيفة المدينة غطت الخبر فكتبت فيه: الأخضر مع الإمارات وفلسطين لاستعادة أمجاد السنين، حيث وضعت قرعة آسيا الموحدة والمؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وأمم آسيا الإمارات 2019 الأخضر السعودي في مواجهة قوية بالمجموعة الأولى مع الأبيض الإماراتي الذي جاء على رأس المجموعة إلى جانب منتخبات ماليزيا وفلسطين وتيمور الشرقية، حيث سيبدأ المنتخب مشواره في التصفيات يوم 11 من يونيو المقبل أمام ماليزيا. إذن حمد، مجموعة عربية بوقوع ثلاث منتخبات، الأخضر السعودي أمام الأبيض الإماراتي وكذلك المنتخب الفلسطيني. بالتأكيد شوف، سبق وتحدث الجميع عن هذا الجانب أمس، أنا تابعت من خلال المواقع الإلكترونية وحتى أيضا التحاليل في بعض القنوات الرياضية بأن يعني خلينا نقول المنافسة تكون منحصرة ما بين المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي، يعني بنكهة خليجية عربية فيها إثارة فيها تحدي ما بين الفريقين. بالتأكيد المنتخبين سبق أن وصلوا إلى كأس العالم من قبل، ولكن تبقى الطموحات موجودة خاصة عندما تمثل القارة الآسيوية، وتبقى الطموحات الأكبر هو أن تنتزع البطاقة الأولى من المجموعة حتى تكون أيضا يعني بمستوى أفضل في المرحلة الثالثة من هذه التصفيات. إذا ستكون بالفعل تحدي كبير ما بين منتخبين عربيين شقيقين سبق أن اجتمعا أكثر من مرة في لقاءات على مستوى كأس الخليج، والتقيا أيضا أكثر من مرة على مستوى القارة الآسيوية. أصبحت كلها الأوراق معروفة حتى الأداء والأسلوب ما بين المنتخبين معروفين. هنا تبقى دائما هي يعني أفكار المدربين كيفية قيادة كل المنتخب على حدة، وكل هو الأسلوب الموجود اللي سيلعب في التصفيات. إذا نبعد المنتخب ماليزيا وفلسطين عن المنافسة، وتبقى المنافسة محصورة بالفعل ما بين الإمارات والسعودية، وأعتقد اللي يوصل الكل فائز خاصة اللي مثل يعني خلينا نقول مثل هذه المجموعة، يعني هم مؤهلين بالفعل يقدم مستوى أفضل في المرحلة الثالثة. جميل. وفي مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والتي شهدت يوم أمس خروج الملك الأهلاوي من البطولة على حساب القادسية، الذي رد على تساؤل الجماهير الأهلاوية لتخرج الصحيفة الاقتصادية في عنوان اقتبسته من صيحات الجماهير الأهلاوية بعنوان قالت فيه: هارلك فيما يتغنى الأهلي وأنصاره بلافتات، إيش معنى كلمة هارلك؟ في إشارة إلى عدم التعرض لأي خسارة في الموسم الحالي، يبدو أن المعنى أصبح معلوما حينما فجر القادسية الدرجة الأولى مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن ألحق به الخسارة الأولى التي كلفته الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في دور 16 إثر فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلة الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف، فيما لقن الهلال ضيفه هجر دارسن قاسيا بعد أن مس شباكه بهدف، حيث مزق الشباك بستة أهداف مقسمة على مدار الشوطين. وفي قطر، حيث تناولت صحيفة الوطن القطرية المجموعة التي وقع فيها منتخب العنابي في قرعة تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس الأمم الآسيوية المقبلة بالإمارات. الوطن خرجت بعنوان لمشوار العنابي يقول: بداية الحلم،
حيث وقع المنتخب القطري لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم الصين والمالديف وبوتان وهونغ كونغ، وذلك في القرعة لتصفية كأس العالم 2018 في روسيا وأمم آسيا 2019 في الإمارات. وسيبدأ العنابي مشواره في 11 من يونيو أمام منتخب المالديف في المالديف، فيما سيخوض مباراته الثانية أمام منتخب بوتان في الدوحة يوم 3 سبتمبر المقبل. إذن حمد، الحديث في الأوساط القطرية في الأوساط الرياضية حول أن منتخب قطر متأهل رسميا إلى 2022، وبالتالي يجب عليه خوض كأس العالم 2018 لأخذ التجربة ولأخذ الخبرة من هذه المشاركات، وبالتالي أعتقد مجموعة مناسبة للمنتخب العنابي. بالتأكيد شوف سعيد، أعتقد الأنظار ستكون موجهة بالفعل لمنتخب قطر في هذه التصفيات، يعني ليس تصفيات الثانية ولكن حتى للثالثة ما وصل فيها، لأن هنا يعطى المحك الأساسي للمنتخب قطر ليس في قدرته على الاستضافة ولكن أيضا في قدرته على الوجود مع المنتخبات الكبيرة، وخاصة أن أصبحت كل المؤشرات يعني وكل يعني الكلام حديث طال خلال الفترة الماضية في عدم قدرة قطر على الاستضافة وغير ذلك، وقطر غير مؤهلة ومنتخبها غير بذلك يعني المنتخب الكبير اللي يمثل يعني البعبع على مستوى القارة الآسيوية واللي يقدر ينافس وغيره. أعتقد وجود قطر مع الصين هو أصبح قطر، أنا من وجهة نظري قد يكون هو الكفة الأرجح في هذه المباراة أو في هذه المجموعة لاعتبارات كثيرة جدا. ما قدم منتخب قطر في كأس الخليج الأخيرة مع وجود المجموعة الشابة لدى المنتخب يعطيه يعني الأفضلية عن المنتخب الصيني بشكل كبير جدا. صحيح. وإن كان المنتخب الصيني دائما معروف يعني يظهر لك فجأة بمستوى مختلف عما كان موجود في الحسابات نظرا لوجود مدرب، مكانة لاعبين، يعني حماس لاعبين، قدرات الفنية والبدنية وغير ذلك، ولكن المنتخب القطري بالفعل هي يعني أكثر من مهمة يحمل في هذه التصفيات، مهمة الوصول للمرحلة الثانية ومهمة أداء المستوى المشرف خلينا نقول الكرة العربية والخليجية. صحيح. عندما تستضيف مثلا أو عندما يعني تسعى لإستضافة بطولة كأس عالم بحجم 32 منتخب على مستوى العالم تجمعهم في مكان واحد لابد أن تكون على الأقل في المستوى، على الأقل في المستوى الثاني، لا أقول في المستوى الأول، لا أقول في مستوى البرازيل وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا وغير ذلك، لكن على الأقل تكون في المستوى الثاني حتى تعطي الصورة الواضحة والمشرفة للمنتخبات العربية وأيضا للدولة كدولة قطر بنفس تصدي هذه البطولة. إذن بالفعل محك مهم جدا للمنتخب القطري في هذه التصفيات، ويجب عليه أن يقدم كل ما لديه ليس للوصول فقط للمرحلة الثالثة ولكن أيضا للوصول لكأس العالم في روسيا 2018 حتى يعرف بنفسه عندما تكون موجود على مستوى القارة. نعم صحيح، يعني تعرف بنفسك. جميل. هذا هو المنتخب القطري. هذا هو المنتخب اللي سيصل كأس العالم 2022. جميل. حتى يعرف العالم هو المنتخب القطري وصل وين موجود قطر في على مستوى الكرة الأرضية، البعض ما يعرف. صحيح. وهذا هو شيء بديهي، يعني أنت دائما عندما توجه إليك الجماهير والمتابعين لابد أن تعرف بنفسك وين موجود على مستوى العالم في أي قارة في أي مكان، وهذا هي رسالة بالفعل صعبة جدا للمنتخب القطري في هذه التصفيات. جميل. صرح مدرب الريان الإسباني خيمينيز لصحيفة الرأي القطرية عن العودة الكبيرة للفريق لبطولة دوري نجوم قطر في الموسم المقبل، وأكد بأن بطولة قطر غاز ليج هي مفتاح العودة لمنصات التتويج. للمزيد من تصريحات خيمينيز نقرأها لكم من صحيفة الرأي القطرية. تطرق خيمينيز مدرب الريان عن بعض القضايا الهامة التي تخص الرهيب، وكان لنا هذا الحوار. بداية نبارك إلى الريان عودته إلى دور الأضواء. في الحقيقة دور الدرجة الأولى يعتبر هو المكان الطبيعي للريان لأنه فريق كبير، فالتاريخ يتحدث عن هذا النادي العريق، فلذلك عملنا واجتهدنا جميعا حتى نعود مرة أخرى إلى دور النجوم. كيف رأيت دوري قطر غاز ليج من الناحية الفنية ومستوى المباريات؟ من الصعب أن فريقا بحجم نادي الريان يلعب في دوري قطر غاز ليج، وهذا ليس تقليلا من شأن الفرق الأخرى فيه، ولكن إذا نظرنا إلى الريان نجد أنه لعب مبارياته وفاز بمعظمها، رغم أن ذلك لم يتحقق بسهولة، حيث تطلب الأمر منا تركيزا عاليا جدا وحاولنا تجنب الوقوع في الأخطاء لأن ذلك كان سيفقدنا الفوز في المباريات. الريان كان هدفه الأول هذا الموسم الصعود إلى دور الأضواء، ما هو الهدف الثاني الذي تخططون له أيضا هذا الموسم؟ بالفعل
كان هدفنا الأول هذا الموسم العودة إلى دور النجوم وإعادة الروح المعنوية العالية للفريق، وأعتقد أن الفريق يستطيع المنافسة بقوة في جميع الاستحقاقات. وهدفنا الثاني الآن هو خوض المباريات بشكل جيد والتركيز في البطولة الأغلى في قطر، وهي بطولة كأس الأمير، كونها البطولة التي يحبها فريق الريان كثيرا، كما نسعى للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال الخليج. ماذا تقول لجمهور الريان الذي بات متعطشا للبطولات والصعود إلى المنصات؟ الريان فريق كبير، وأنا فخور جدا بتدريبه، وأعلم أن جمهور الريان بات ينتظر من فريقه حصد البطولات، وسنعمل ما بوسعنا حتى نحقق آمال الأمة الريانية. وأقول لهم انتظروا الريان، فهو قادم بقوة للمنافسة على جميع الألقاب والظهور بثوب البطل واستعادة الذكريات الجميلة لدى قلعة الرهيب. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الكويت، حيث غطت صحيفة القبس الكويتية تفاصيل موقعة القرعة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا التي أوقعت فيها الأزرق الكويتي في مجموعة صعبة، لتخرج الصحيفة بعنوان تقول فيه: التاريخ يكرر نفسه مع الأزرق، حيث كرر التاريخ نفسه وجد المنتخب الكويتي لكرة القدم نفسه مرة أخرى في مجموعة صعبة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان ولاوس ومينمار. وما يضاعف من أهمية التصفيات هذه المرة أنها ستحسم الصراع على 12 مقعدا في نهايات كأس آسيا 2019 المقرر إقامتها في الإمارات، حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي للعبة أن تكون فعاليات الدور الثاني من تصفيات مونديال 2018 هي نفسها المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2019. أدى دخول المحترف الأردني أحمد هايل لاعب نادي العربية الكويتي إلى المستشفى بشكل عاجل بعد إصابته أمام نادي الكويت، مما تسبب إلى استنفار كبير في الوسط الجماهيري لإطمئنان على حالته الصحية. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من سطور الرأي. استنفرت جماهير وإدارة الفريق الأول لكرة القدم في النادي العربي مساء الأول من أمس بعد تلقي خبر نقل الأردني أحمد هايل إلى العناية الفائقة في المستشفى الأميري، حيث توافد عدد كبير من عشاق الأخضر للإطمئنان عليه. وأكد هايل بأن وضعه بات مستقرا بعدما خضع للفحوصات اللازمة كافة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق ضد الكويت في الدور المحلي، وقال: تعرضت لإصابة من خلال مشاركتي بكرة مع أحد زملائي في مباراة القمة والتي جمعت العرب مع الكويت الجمعة الماضي، وتلقيت العلاج وخرجت، لكن في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء شعرت بدوخة وحالة غثيان، وبادرت زوجتي بالاتصال بإدارة النادي العربي التي سارعت على الفور بنقلي إلى المستشفى الأميري في الكويت. ووجه هايل شكره وتقديره إلى الأمير علي بن الحسين والهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم والأمانة العامة وأسرة المنتخب بجهازه الفني والإداري وأسرة الكرة الأردنية كافة التي سارعت للإطمئنان على حالته منذ ساعات الفجر الأولى، وأعتذر للجميع لأنني لم أكن بحالة تسمح لي بالرد على الاستفسارات بصورة شخصية. من جانبه أكد مدير فريق العربي خليل البلام الذي أقام مساء أول من أمس حفل عشاء للاعبين في منزله وأشرف على نقل هايل من بيته إلى المستشفى قائلا: حالة اللاعب مستقرة تماما، وأن فريقا طبيا متكاملا من التخصصات كافة يشرف على حالته بكل اهتمام، وأن إدارة النادي العربي كانت جاهزة لتوفير كل أشكال العلاج سواء داخل الكويت أو خارجها. وختم: الفريق الطبي أعلن أن ما حدث لهايل كان طبيعيا من الناحية الطبية، بحيث يمكن أن يصاب بالدوار والغثيان بعد يوم أو يومين أو حتى 3 أيام من إصابته بكدمة في الرأس، وهو ما حدث بالفعل، لكن كل الفحوصات أكدت سلامة الدماغ وأن الأمر يتطلب راحة ومزيدا من العناية الطبية ل3 أيام، وبعدها سيعود مشافى معافى بعون الله.
انتقل وياكم مشاهدين الكرام إلى الإمارات، حيث خرجت صحيفة البيان الإماراتية بتصريحات لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عقب انتهاء القرعة الآسيوية لتصفيات كأس العالم وأمم آسيا. فعنونت الصحيفة على لسانه تقول: السركال مجموعتنا متوازنة والمنافسة مع السعودية. حيث أكد يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة الإماراتي أن مجموعة الأبيض الإماراتية التي تضم إلى جانبه كل من السعودية وتيمور الشرقية وفلسطين وماليزيا تعتبر متوازنة بحكم التصنيف القاري، والمنافسة سوف تنحصر بيننا والمنتخب السعودي الشقيق من أجل تأهل منتخب واحد المرحلة الثانية من التصفيات. لذلك يجب أن يكون الحسم من خلال المواجهات المباشرة أولا قبل اللجوء لفارق الأهداف. وقال السركال: من يريد الوصول إلى كأس العالم لابد أن يكون قلبه قويا ويقول مرحبا بمن هو آت والتوفيق من الله. عبر الكاتب البحريني فؤاد فهد في مقاله بصحيفة الأيام عن الكلام الذي أثير داخل وسط الرياضي عن وقوع منتخب بلاده في مجموعة صعبة كما سماها البعض وصعوبة تأهل الأحمر البحريني في الاستحقاقات المقبلة. مزيد مما جاد به فؤاد نقرأه لكم من صحيفة الأيام. قبل الكلام، أنا أختلف مع من يقول إن بعض المجموعات جاءت سهلة وبعضها كانت صعبة، وخصوصا مجموعة منتخبنا. وردي عليهم بأن من يريد أن يرسم طريق الحلم للوصول إلى كأس العالم وآسيا يجب عليه أن يدرك بأن الطريق لهما سيكون مرهقا وصعبا قبل أن يبدأ، وعليه يجب تغيير هذا الفكر كليا واستبداله بنية وطموح صادق بشعار التفاؤل والثقة من القلب بالوصول إلى تحقيق الحلم الجميل، بشرط وضع الاستراتيجيات المناسبة لتلك التصفيات والبعد كل البعد عن وضع الصعوبات والصور المستحيلة. فتلك التصفيات تريد رجال، ونحن لدينا الرجال الأكفاء المناسبة لها، بالإضافة إلى التركيز عند وضع الخطط بأن تكون في نفس الأجواء الآسيوية المشابهة لمناخ منتخبات المجموعة. نستطيع جميعنا أن نصل إلى أهدافنا وإلى القمة بقوة العزيمة والإصرار والصبر مع شغفنا للهدف الذي ننوي تحقيقه وتمسكنا به، ولكن علينا العمل بجهد مضاعف لأن الفترة القادمة تعتبر صعبة بسببنا نحن. لماذا؟ لأننا لم نبدأ من قبل مثل المنتخبات الأخرى، وإنما سنبدأ من الصفر، وذلك عبر التنسيق بين المسابقات المحلية والمعسكرات والمباريات الودية، خصوصا وأن التنافس في هذا الدور سيكون بنظام الذهاب والإياب من 11 من يونيو المقبل حتى 29 من مارس 2016. أهمية التصفيات هذه المرة أنها ستحسم الصراع على 12 مقعدا في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي للعبة أن تكون فعاليات الدور الثاني من تصفيات مونديال 2018 هي نفسها المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2019 على أن تحسم باقي مقاعد النهائيات الآسيوية من خلال مرحلة منفصلة بعد هذا الدور. فهل سيطبق منتخبنا المثل الشعبية البحرينية إما طلع لروسيا والإمارات ولا طبعة؟ ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى العراق، والتي عبر فيها الأمين العام لاتحاد الكرة الياباني عن سعيه الجاد لرفع الحظر عنها، وذلك في تصريحاته أثناء زيارته إلى بغداد. المدى غطت فكاتبة تقول: تاشيما، أتعهد برفع الحظر عن ملاعبكم والأسود مؤهلة للمونديال. تاشيما أكد، حيث أكد كوزوم تاشيما نائب الرئيس والأمين العام التنفيذي لاتحاد الكرة الياباني سعيه الجاد لرفع الحظر عن الملاعب العراقية في حال فوزه بعضوية المكتبين التنفيذيين للاتحاد الآسيوي والدولي في الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 من الشهر من نيسان بالمنامة وبزيورخ المقبلين. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الصحافة العالمية، والتي نبدأها من إسبانيا. فلا حديث هناك في الصحافة المدريدية إلا عن مباراة الديربي والتي شهدت تألق حارس الهنود الحمر أوبلاك. صحيفة الماركا أبرزت تألق الحارس وخرجت بعنوان قالت فيه: الجدار أوبلاك. حيث ذكرت الماركا أن حارس أتلتيكو مدريد المبدع أوبلاك حرم ريال مدريد من تسجيل 6 أهداف في الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور 8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وتابعت الصحيفة أن أوبلاك أيضا كاد يحتفل مع فريقه بالفوز لو أن زملائه سجلوا في آخر 10 دقائق من الشوط الثاني عندما فرضوا سيطرتهم المطلقة على المباراة، ولكن سوء الحظ منعهم من الخروج بغايتهم. وفي إيطاليا تغنت صحيفة الكوريري ديلا سبورت بفوز نادي السيد العجوز على موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتخرج الصحيفة بعنوان تقول فيه يوفي الهدف الذهبي، حيث تفوق فريق يوفنتوس على ضيفه موناكو الفرنسي بهدف نظيف على استاديو يوفنتوس أرينا في مباراة الذهاب بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليقترب فريق السيدة العجوز خطوة نحو التأهل للدوري قبل النهائي للبطولة قبل مباراة الإياب على ملعب موناكو الأربعاء 22 من إبريل الحالي. وذكرت الكوريري أن فريق الإمارة الفرنسية عانى من نقص لاعبيه المشهدين للخبرات الأوروبية خلال اللقاء الذي شهد نشاطا جيدا لهجوم موناكو، لكنه اصطدم بعقبة بوفون وخبرته الكبيرة. واستكمال مباراة اليوم في دوري الأبطال، سلطت صحيفة الموندو ديبورتيفو المقربة من أسوار النادي الكتالوني برشلونة على المواجهة الصعبة التي تنتظر البلوغرانا في حديقة الأمراء، لتخرج الصحيفة بعنوان من كلمة واحدة تقول عظمة، حيث يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا وغير جديد على باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكرت الموندو أن برشلونة يعرف طبيعة أرضية الملعب الذي خسر عليه هذا الموسم في دور المجموعات من الفريق الباريسي بنشية 3 أهداف مقابل هدفين. وقالت الصحيفة يجب على برشلونة أن يترك المشاكل الصغيرة جانبا في مباراة هامة جدا، فيما باريس سان جيرمان يدخل المباراة بدون إبراهيموفيتش وفيراتي واحتمالية مشاركة موتا وتأكيد مشاركة ديفيد لويس. إذن بهذا الحديث وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عناوين. شكرا لك حامد على حضورك اليوم، كنا بدنا نتكلم عن العالم ولكن الوقت لم يسمح. شكرا سعيد، نلتقي مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك على حضورك. إذن كان هذا حديثنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، نلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد، تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.